بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في تصوير حديث لمراقبة نمو النباتات المزروعة بنظام الزراعة المائية بالأنابيب، اليوم هو الجمعة المصادف 15 من أيلول 2023. هذا الأسبوع الثاني منذ أن قمنا بنقل الأشتال وزراعة البذور. طبعا بالنسبة للكروفس الحمد لله يعني واضح من كذلك المعدنوس، وإنبات بذور الشبنت. بالنسبة لبذور الكرفس التي قمنا بزراعتها مباشرة، وكذلك المعدنوس. قمنا بزراعة الخس هنا في كل قدح، قمنا بزراعة بذرتين من الخس. الحمد لله أيضا الإنبات تم بصورة جيدة. وضعنا بأعواد النعناع في هذا الأنبوب. بالنسبة لي الطماطم إخوان، يعني إن شاء الله نلاحظ الفيديو الذي صورناه في الأسبوع السابق وحجم النباتات بإمكان التمييز وأخذ الفرق ما بين الأسبوعين من ناحية النمو بالنسبة للأشتال. هذا بالنسبة للطماطم أنواعين. هذا نبات الطرح التعروز، يعني أصبح الآن بحاجة إلى التسليق. تقريبا ارتفاعها من الأنبوب وحتى طرفها ما يقارب الشبرين. إن شاء الله سوف نقوم بتسليقه في وقت لاحق اليوم. طبعا بالنسبة للجذور، هذا النبات يعتبر أصغر نبات بالطرح، وجذوره يعني إن شاء الله نموها جيد وسليم، وطولها أيضا ممتاز، ولونها كذلك، ولله الحمد والمنة. هذا الرقي الأصفر، جيد. هذا بالنسبة للقرع أيضا، ما شاء الله تبارك الرحمن الرحيم. الحمد لله الوضع جيد.
إذا هذا لدينا نبات الإشبنت والطماطة الكرزية الحمراء. الحمد لله، يعني واجهتنا مشكلة بسيطة، تأثر بها نبات الفلفل، وهي أنه انسداد الأنبوب وعدم معرفتنا به، مما أدى إلى فقدان بعض النباتات. بالنسبة إلى الفلفل، حجمين ما شاء الله. هذه بذور الخيار التي قمنا بزراعتها، النابتة التي قمنا بزراعتها مباشرة قبل 3 أيام. الحمد لله، يعني بدأت بظهور الورقة الأصلية. هذا نبات الطماطم الكمثرية. السبق والفجل البربين، لدينا هنا نبات القرنابيط انباته، هذا القرنابيط وهذا فجل رؤوس، يعني اشبه بالجزر. والحمد لله، يعني الملاحظ أن الأوضاع وسرعة النمو وحجمه بالنسبة للنباتات ملاحظة جيدة، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.